السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بعد ما شفنا واحد الانترودكشن على الكورس على لي سيرتيفيكاسيون ديال ازور ولا الكلاود، قلنا كاين ام سي اس او كاين الام سي اس او، قلنا تقدر تدوز اكزام واحد وزدي الام سي اس او الا كانت عندك الام سي اس ديال ويندوز سيرفر 2012 والدومين 16. فقبل ما نكملو ونبداو في الموديول ان هو انترودكشن تو مايكروسوفت ازور، يعني هذا هو اول موديول اللي غادي نبداو فيه موديول 1. ما تنساوش واحد الحاجه مهمه بزاف، ما تنساوش تجيو لاباج ديالي لهنا، تجيو بعدا لاشين ديالي في يوتيوب سبسكرايب باش يوصلكم كاع الجديد واي فيديو كنحطو جديد. وما تنساوش واحد الحاجه مهمه بزاف هي لايك لاباج ديالي سيغ فيسبوك، حيت هنا كنحط كاع الجديد متعلق بلي فورماسيون ولا اي حاجه كندير. فما تنساوش هذه مهمه بزاف، ديروا لايك لاباج ديالي سيغ فيسبوك. فانا اول موديول غادي نشوفوه، علاش كيهضر هذا الموديول؟ هذا الموديول غنشوفو موديول اوفرفيو، غادي نشوفو الكلاود تكنولوجي اوفرفيو. كيفاش الكلاود تكنولوجي اوفرفيو؟ يعني غادي نهضرو على تكنولوجي الكلاود اون جينيرال، يعني شي حاجه جلوبال. يعني الكلاود شنو هو مايكروسوفت ازور، لي تيب ديال الكلاود، هادشي كامل. غادي نشوفو اوفرفيو اوف ازور، غادي نشوفو ماناجين ازور ويز ازور بورتال. يعني هنا ازور بورتال غادي نشوفو كيفاش نديرو سبسكريبشن، نديرو سبسكريبشن فري سبسكريبشن، يعني 3 years فري 3 years، يعني كيفاش نتيستيو الازور، نوريكم كيفاش تفتحو اكونت جديد في الازور وتيستيو اي سيرفيس بغيتو باش الازور. بدات سبسكريبشن، يعني باش تبقاو ديروا معايا ليلا. حنا غادي نمشيو هنا في الازور ايتاب باغ ايتاب، يعني من ازير من ا حتى زد، يعني من لاباز. واخا ما يكونش عندك حتى شي باك جراوند على الازور، تبدا معنا تولي كتفهم الكلاود اون جينيرال، تولي تفهم الازور. وداك الساعه تقدر تمشي لشي تكنولوجي ديال الكلاود كما كانت، تقدر تفهم يعني داك البرانسيب ديالها. هنا غادي نشوفو ماناجين، نديرو واحد هكا باش يبقى يبان لكم. قلنا في الاول كلاود تكنولوجي اوفرفيو، غادي نشوفو اوفرفيو اوف ازور، نديرو ماناجين ازور ويز ذا ازور بورتال، غادي نديرو ماناجين ازور ويز ويندوز باور شيل. هنايا اللي قلت لكم ضروري الباور شيل، يعني فين ما مشيتو تبقاو تلقاو الباور شيل، لان الباور شيل ما كاينش غير في ويندوز سيرفر 2012 ولا 2016 ولا، يعني الباور شيل كاين في الاكستانج، كاين في الاوفيس 365، كاين في الازور مايكروسوفت ازور، يعني بزاف ديال فيما مشيتو تلقاو. اذا الباور شيل مهم بزاف، يعني فيما كان فيما مشيتو غادي تلقاو معاه. غادي نشوفو اوفرفيو اوف ازور ريسورس مانجر، يعني غادي نشوفو ازور مانجمنت سيرفيسز. فالا جينا لهنا اول حاجه او لوسون 1 كلاود تكنولوجي اوفرفيو، غادي نشوفو انتروداكشن تو cloud computing، غادي نشوفو types of cloud services، وعاد غادي نشوفو prepare the environment. يعني هنا فين غادي نشوفو، غادي نبريباريو لونفيرومون ديالنا، نديرو نشوفو كيفاش نديرو لانسكريبسيون، يعني free trial، يعني باش نبقاو نخدمو باش لي سيرفيس ديال الازور. يعني مزيان، هنا اول حاجه introduction to cloud computing. شنو هو الكلاود؟ يعني الكلاود كومبيوتين، يعني شنو كنعنيو بالكلاود؟ هنا الكلاود اول حاجه باش تفهموا مزيان، هو يكون عندي واحد السيرفيس، مي داك السيرفيس اللي غادي نخدمه ما كايناش عندي في لا سوسيتي ديالي. فين غادي تكون؟ غادي تكون فين؟ في الكلاود، يعني غادي نديها عند واحد يعني شي اورغانيزاسيون كتخدم هاد لي سوليوشن كلاود، هي اللي غادي تكلف داك السيرفيس، يعني هي اللي غادي دير ترابل شوتين، هي اللي غادي دير المانتنونس، هي اللي غادي دير اي حاجه مكلفه، هي اللي كتدير الالكتريسيتي، هي اللي كدير يعني اي سويفي ديال لابليكاسيون، اي حاجه. يعني على حساب انا كنخصني داك السيرفيس تكون اب، يعني انا داك السيرفيس اللي بغيت يعني تكون اب. يعني جينا لهنا، انا المهم عندي داك السيرفيس هي اللي تكون خدامه. يعني الا جينا لهنا، نجيو لهنا، هنا عندي واحد لورغانيزاسيون دايره بحال هكا، شركه، هذه الشركه ديالي تازا.com، هادي تازا دومين ديالها تازا.com نيم فري. هنا وهنا كاين، هنا عندنا واحد السيرفيس ديال عندنا واحد السيرفر
سيرفر اكستنس هاك سيرفر اكستنس نيمفريد سيرفر اكستنس هذا هيك اكسون. وعندنا ديزيتيليزاتور هنا لا ديزيتيليزاتور كيخدموا بهاد سيرفر اكستنس. فهاد انا جات بغيت ندير واحد استراتيجي جديده. هاد سيرفر اكستنس فيه بزاف ديال المشاكل، فيه المشاكل متعلقه بالترابل شوتين، فيه بزاف ديال لي زيرو كيبانوا، فيه بزاف ديال الصداع. شنو غادي ندير؟ غادي نهز هاد سيرفر اكستنس وديه فين؟ في الكلاود. ديه فين؟ قلنا هنا الكلاود هاكا الكلاود، ويولي عندي هاد سيرفر اكستنس هنا. حنا درنا غير اكزومبل ديال سيرفر اكستنس، هنا غادي يكون عندنا اكستنس هنا غادي يكون عندنا فين اكستنس. هاد البلاتفورم ولا هادي اللي كدير لنا هاد الكلاود هي اللي تكلفنا بهاد الاكستنس. فانا هذا ما غاديش يبقى عندي هنايا، يعني ما غاديش يبقى هنا عندي هنا. ها هو غادي نمسحو هكا، غادي نبقى ناكسيدي له باش بلا باغ انترنيت. وهنا غادي نتهنى بزاف ديال المشاكل ديالاش ديال الاكستنس، يعني هاد لوكاليزاسيون اللي مكلفه بهاد الكلاود هي اللي تكلف بالترابل شوتين، تكلف بالماناجمنت، تكلف اي حاجه. انا عندي غير الاكستنس يكون خدام، يعني هنا 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 عندي انا فاش يجي هاد ليتيليزاتور هذا يصيفط يدي اونفوي واحد المايل لهذا يخدم له، ما خدملوش غادي نكونتاكتيو ديريكتومون سيبور ديال هاد البلاتفورم. يعني هذا غير واحد اكزومبل ديال الكلاود، هي يعني نهز واحد السيرفيس اللي عندي، واحد السيرفيس كنخدم بها اون بريميسيس، نعطيها نحطها في واحد عندي واحد لوكانيزاسيون هي تكلف بها، هي دير كل شيء. انا ما عليا غير نلقى داك السيرفيس اب، يعني 7 جور سير 7 ولا 24 سير 24، يعني مزيان. نرجعوا لهنا هكا، هنا قلنا الكاركتيرستيكس اوف كلاود كومبيوتين سوليوشن. هنا هكا هنا قال لك اون ديماند سيلف سيرفيسز، يعني شنو هي اون ديماند؟ عقلوا على اون ديماند سيلف سيرفيسز، يعني انت كتحتاج الحاجه هاد كديرها، يعني ما احتاجيت شي حاجه ما كديرهاش، احتاجيت واحد السيرفيس كنمشي لذاك السيرفيس بالضبط. بحال نعطيكم مثال، درنا انستالينا الويندوز سيرفر 2012، يعني حنا بغينا نعطيكم مثال واحد الشركه فتحت جديده بغات دير لاكتيف ديريكتوري. اذا باش دير لاكتيف ديريكتوري شنو خصها دير؟ خصها تشري ويندوز سيرفر سواء 2008 2012 2016، يعني خصها تشري ويندوز سيرفر كامل. داك الويندوز سيرفر فيه بزاف ديال 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 لي رول، فيه بزاف ديال لي فيتشرز غير لاكتيف ديريكتوري. اذا انا جبت واحد ويندوز سيرفر فيه بزاف ديال لي فيتشرز بزاف ديال لي رول، مي ما غاديش نحتاج، ما غادي نحتاج غير الادي دي اس غير لاكتيف ديريكتوري. اذا هنا جبت واحد السيرفيس اللي ما خدمتهاش، اذا لا جا الكلاود قال لك اون ديماند سيلف سيرفيسز، يعني احتاجيت لاكتيف ديريكتوري غادي نخدم غير بلاكتيف ديريكتوري، يعني ما غاديش نزيد عليا داك لي سيرفيس الاخرين، وغادي نقص عليا الكوست، يعني ما غاديش نخلص بزاف. هنا براود نيتورك اكسس، يعني في اي نقدر ندير لاكسي اي بلاصه، يعني في اي بلاصه نقدر ندير لاكسي ديال داك السيرفيس. السيفي يكون عندي الانترنت، يعني وندير لاكسي. هنا ريسورس بولين، يعني شنو هي ريسورس بولين؟ هي نجمع بزاف ديال لي ريسورس نفس، يعني شنو هي ريسورس بولين؟ عندي دي ريسورس اللي مختصين بالداتابيز، دي ريسورس مختصين بالنيتوركين، دي ريسورس مختصين بلي ماشين فيرتوييل ولا لي سيرفر، يعني نجمع كل ريسورس بوحده. هنا رابيد الاستيسيتي، يعني شنو هي رابيد؟ يعني نقدر نزيد فيها ونقدر نزيد نقص. بحال دابا انا كنخدم بواحد السيرفيس نقدر واحد الوقيته ما بقاش خدام بها، يعني نقص ولا بغيت كنت بحال عندي واحد السيرفر فيه لينفريد 8 جيجا ولا ماشين فيرتوييل فيها 8 جيجا، انا بغيت 20 جيجا، يعني اوتوماتيكمون غادي نزيدها. يعني رابيد الاستيسيتي، يعني هذاك الشيء دغيا هنا ميجر سيرفيس. هنا مزيان، هنا شفنا غير انتروداكشن تو كلاود كومبيوتين. هنا فاش ندخلوا الانتروداكشن غادي نزيدو، غادي نهضروا على البابليك و برايفيت والهايبرد الهايبرد كلاود. هنا فاش كنهضروا على الكلاود كاين 3 تيب، اما البابليك اما البرايفيت
اما هايبرد عقلوا عليها مزيان. البابليك الا جينا نقراو هنا قال لك البابليك كلاود از ان انفراستراكشر بلاتفورم اور ابليكيشن سيرفيس سيرفيس ذات كلاود سيرفيس بروفايدر ديليفر فور اكسس اند كونسيوم اند كونسبشنز باي بابليك. عقلوا على هذه بايب يعني بزاف ديال الناس كيخدموا واحد السيرفيس يعني انت كتكون بارطاجي يعني واحد السيرفيس بارطاجي هذه كتكون بيبليك. علاش كنهضروا سيرفيس بارطاجي؟ بحال غادي نهضر لكم نقول لكم يعني داك عندنا واحد البواط مايل يعني فاش كنهضروا على المايل بوكس ولا ديال الهوت مايل بوان كوم انا عندي واحد لابواط مايل ديال اوتلوك دوت كوم. داك الاوتلوك دوت كوم راه بزاف الناس اللي عندهم بزاف ديال لي بواط في داك السيرفيس. اذا حنا بارطاجي يعني عندنا بزاف ان داك الشيء بارطاجي بيناتنا. اذا كنهضروا علاش على بابليك مزيان هنا برايفت كلاود. ندوزو للبرايفت كلاود. هضرنا على البابليك كلاود غادي نوصلوا للبرايفت كلاود. قال لك البرايفت كلاود از ا برايفتلي اونيد اند مانجد كلاود ذات اوفر بينيفيت سيميلر تو ذوز اوف بابليك كلاود. يعني كتخدم بحال عندها لي سيرفيس بحال كلاود بحال بابليك كلاود مي بات ديزيكنيت اند سيكيور فور يوز باي ا سينجل اورجانيزيشن. هنا كتخدم الكلينتا بوحدك يعني اي سينجل اورجانيزيشن هادي مزيان يعني غير بوحدك. يعني نعطيكم واحد المثال باش تفهموا مزيان فاش كنمشيو نشريو لا نديرو يعني باش بغينا حنايا واحد السيرفر اونلاين واحد السيرفر باش نديرو جبنا واحد السيت ويب ديالنا بغينا نختارو واحد السيرفر باش نديرو لي بيرجمون ديال داك السيت ويب داك لي فيشي ديال داك لي سيت ويب. غادي نختارو اما ان نختارو في بي اس ولا نختارو ديديكيتد سيرفر. داك ديديكيتد سيرفر غادي يكون غير ديالي انا بوحدي. اذا الى اختاريت انا داك ديديكيتد سيرفر اذا غادي تكون البيرفورمانس مزيانه غادي يكون يعني غادي يكون داك يعني ما غاديش يزاحموني فيه بزاف ديال الناس وغادي يكون غير ديالي انا بوحدي يعني ديديكيتد. هنا كنهضروا على برايفت يعني انا بريفي غير ديالي بوحدي مي غادي يقدم نفس بجوج بنين كيقدموا نفس الخدمه غير هذا ديالي يعني او ميم طو غادي يكون عنده الكوست غالي يعني غالي. اما الا شرينا مشيت درت في بي اس يعني كنشري واحد غير واحد لي سباس مشروكه مع بزاف ديال لي سيت ويب. بحال غادي نمشي لواحد في بي اس اللي كاينين في نفس السيرفر وبزاف ديال الناس بارطاجي نفس الغصوص. هنا كنهضر على البابليك كلاود. اذا البابليك كلاود مبارطاجين بزاف ديال الناس والبرايفت كلاود يعني غير ديالك يعني اوند هاي اوند اند مانجد كلاود يعني غير ديالك بوحدك. وهنا عطيت مثال ديال في بي اس. انا عطيت مثال في بي اس كاين بزاف ديال لي زيكزامبل. انا علاش عطيت مثال ما بين على الهوستين حيت هي اللي كتبان يعني براتيك يعني كنخدموها بزاف. اما هي كاين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي شويه افونسي ما بغيتش نهضر عليه. درت انا على اكزامبل عادي. هنا كنهضروا على هايبرد كلاود از ا تكنولوجي هنا النوع الثالث ذات بانز تو سيباريس كلاود بابليك اند برايفت توغادر for the specific purpose of obtaining resources from both. هنا فاش كنهضروا على الانتجريشن ولا كنجمعوا ما بين البابليك والبرايفت باش نخدموا واحد سيرفيس يعني واحد سيرفيس يعني ها obtaining resources from both يعني عندنا واحد الريسورس كاينه فين في البابليك كلاود وعندنا واحد الريسورس كاينه في البرايفت كلاود وغادي نجمعوا بيناتهم باش نخرجوا واحد الريسورس اللي غادي نحتاجوه. وهذه غادي نهضروا عليها يعني غادي نوصلوا ليها نوريكم كيفاش كنهضروا على البابليك على الهايبر كلاود يعني مخلط يعني شويه من هنا يعني غادي نهضروا شويه من هنا وشويه من هنا. حنا المهم هنا نفهموا غير البابليك كلاود شنو كيعني برايفت كلاود شنو كيعني والهايبر كلاود هو اللي كيكون مخلط بيناتهم. فمزيان فنتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو اللي كنا شفنا غير انتروداكسيون على الكلاود وشفنا شنو كاين تخواتي بابليك برايفت اند هايبرد كلاود. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نكملو هاد لا بارتي. وما تنساوش واحد الحاجه مهمه بزاف ما تنساوش لايك لا باج ديالي سير فيسبوك وما تنساوش حتى سبسكرايب لاشين ديالي في اليوتيوب. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.